قبل شوي كانت ويانا طالبة كويتية، هي الوحيدة اللي تدرس طب بشري بألمانيا. اليوم أنت معانا واسمك صالح جيرمان. يعني شوف الصدق، شوف محلى الصدق، شوف الصدفة. في شيء بألمانيا؟ يعني مبين العيون خضر. هي سالفة جيرمان، طبعا هو لقب حق الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. كانوا ايام قبل نادونا جيرماني جيرماني وراحت عليه. راحت جيرمان جيرمان، فالعائلة كلها انشغلت باسم جيرمان جيرمان جيرمان، راحت. والنعم فيك. الله ينعم حالك والوالدة، صلى الله عليه وسلم، وأسرتك كاملة بعد راسي. تسلم.